بشرى سارة، 5 قرارات جديدة من الحكومة بشأن مبادرة إحلال السيارات. اجتماعات مكثفة تعقدها الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتنمية المحلية لسرعة البدء في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. ومؤخرا عقدت الحكومة اجتماعا معلنة خلاله عن تعديل الشروط اللازمة للمشاركة في المبادرة ليصبح سن المتقدم 60 عاما بدلا من 55 عاما، وذلك بناء على طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة. وأكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرة إلى ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية، وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة. وجهت الوزيرة بضرورة مراعاة سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من المشاركين في المبادرة الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني. وتدخل المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة الملاكي والتاكسي والميكروباص والتي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي، حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وكشف وزير المالية أنه تم توقيع البروتوكول المنظم الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، بما يسهم في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وخلق فرص عمل جديدة ويساعد في تحسين معيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وذكر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7,100,000,000 جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250,000 سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد. ووافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45,000 جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه. وكلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والمالية والداخلية والبيئة وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات، وتم اختيار 7 قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.